حول غرق عبارة روسية في إقليم كراسنودار. نعم مالك، مقر عمليات كوبان أكد بالفعل قبل قليل غرق العبارة التابعة للسكك الحديد، وهذه العبارة طبعا تم استهدافها من قبل القوات الأوكرانية، وهي كانت محملة بعربات تحمل أكثر من 30 طن من الوقود. تم استهدافها ما أدى إلى اشتعال النيران في هذه المنطقة، ولكن كما أكدت السلطات في الوقت نفسه فإن لا يوجد أي أعراض للحريق في محيط هذه المنطقة، إنما فقط العبارة احترقت وغرقت بعد ذلك بشكل كامل. أيضا السلطات أكدت أن أكثر من 100 شخص ساهموا في إطفاء هذا الحريق، إضافة إلى نحو 25 أو أكثر من 25 آلية جاءت إلى مكان الحادث وحاولت إطفاء الحريق، كما تمكنت فرق الطوارئ من إنقاذ 4 أشخاص من طاقم هذه العبارة. وكانت طبعا هذه العبارة هي تابعة لميناء قفقاز، تم استهدافها من قبل القوات الأوكرانية قبل ساعات من الآن، طبعا ينشب فيها حريق ما أدى في وقت لاحق إلى غرقها بشكل كامل.